متابعينا في برنامجكم على ذوقك، البرنامج اللي دائما يقدم لكم أطباق مميزة ولذيذة. تابعونا في حلقة اليوم، أطباقنا سهلة وسريعة ومميزة، خلكم ويانا. ونبتدي معاكم مشاهدينا حلقة اليوم بسلطة جدا لذيذة، إذا سويتوا هذه السلطة سووا منها كميات لأن طريقة أكلها جدا سهلة. بنسوي معاكم سلطة أصابع الخس بالدجاج. مكوناتنا جدا سهلة، عندنا خس، صدر دياي مقطع مربعات، فلفل بارد بألوانه، عصير ليمون، فلفل أسود، ملح، وطماطم كرزية. تابعوا المقادير على الشاشة. بنبتدي معاكم مشاهدينا في البداية بنحط زيت على في الصحن استخدمنا الطماطم الكرزية الصغيرة على أساس تعطينا جمالية أكثر في السلطة وسهلة لما تأكلونها، يعني صغيرة وسهلة. نرجع للدياي مشاهدينا ونتأكد من استواء قلبه، يلس نقلب. هذه الطريقة استوت عندنا بعض القطع وبعض القطع لا، ما نباها كاملة على أساس الطعم
مرقة الدياي نفسها وطعم الدياي نفسه يتجانس مع قطع الدياي ويا الخضرة، بس بنرش شوية ليمون عليها. نخلطها. نخليها تكمل استواءها. نكمل معاكم تقطيع الفلفل. نجيب معانا صحن التقديم، أطراف الخس بهذه الطريقة والثانية بعد بهذه الطريقة، بنحط مكونات السلطة داخل الخس. نضيف شوي شوي كل الألوان، لازم نتأكد أن كل الألوان موجودة في السلطة. نشيل من الصلصة مالت السلطة، نصبها على الخس. نزينها آخر شيء الطماط هذه الطريقة. وهذا كان أول طبق في حلقة اليوم، سلطة أصابع الخس اللذيذة بالدياي. من إيطاليا جبنا لكم اليوم الطبق الرئيسي لحلقة هذا اليوم، بنسوي لكم الرزيتو بالفطر. هذا الطبق جدا محبوب عند الإيطاليين، مكوناته بسيطة. عندنا كريمة الطبخ، زيت، الرزيتو نفسه، جبن شيدر، فطر، وعندنا المعطرات الزهرية، عندنا زعتر وإكليل الجبل، بصل مفروم، جبن بارميزان، ثوم مفروم، زعتر بري مطحون جاف، وملح. نشوف معاكم مشاهدينا المقادير على الشاشة. بنبتدي معاكم مشاهدينا بأول خطوة، نحن حطينا الجزر على النار.
بنضيف له كريمة الطبخ وأيضا جبن موزاريلا. وجبن البارميزان. الحين بتتجانس معاي النكهات، نكهات الجبن بأنواعه والفطر والريزيتو نفسه. وكليل الجبل والزعتر، الزعتر البري الجاف. كأنكم جالسين في إيطاليا بالضبط. تقريبا تعود على الوضع. الحين بنتركه يستوي ويكمل استواءه مع نفسه. بنغطيه تقريبا لمدة 17 إلى 18 دقيقة ونرجع له إن شاء الله. خلكم ويانا متابعين. وبعد ما لفينا إيطاليا وعرفنا معالمها السياحية رجعنا حق جدرنا مرة ثانية، وأكيد الريزيتو عندنا استوى مشاهدينا. بنبدأ نغرف مثل ما ذكرت لكم، هذه من الأطباق الرئيسية في المطبخ الإيطالي، وايد يحبونها. نسكر على الجدر ونبند عنها النار. بنبدأ نزينها بنفس اللي استخدمناه نحن أثناء الطبخ. هذا طبقنا الرئيسي لحلقة اليوم مشاهدينا، نتمنى أنكم تجربونه وتعرفون قوة ولذة طعم هذا الطبق. خلكم ويانا دائما بأطباق لذيذة ومميزة. ننتقل معاكم في آخر مرحلة في حلقة اليوم. طبعاً الأخير دائماً يكون ألذ شيء لأن فيه الحلو. حلونا اليوم صحي 100%، ما في أي إضافات. أي حد فيه سكري أو أصحاب الحمية يقدرون يأكلون هذا الحلو. عبارة عن فواكه مع صلصة، هذه الصلصة نحن بنسويها طبيعية 100% بدون أي إضافات صناعية. مكوناتنا عبارة عن حليب مبخر، حليب مانجو مقطع مربعات، أناناس مقطع مربعات، مانجو مقطع مربعات آخر، فراولة مقطعة، لوز، فستق، موز، وآخر شيء عندنا الزعفران. هذه المكونات كلها بتطلع لكم سلطة فواكه بطريقة جديدة وجميلة. تابعوا المقادير على الشاشة. طبق اليوم سهل، ما يباله أي تعب، الخلاط بيسوي عنا كل شيء. أول خطوة بنحط معاكم الموزة هذه بدون سكين بدون أي شيء، بس بيديكم بهذه الطريقة نكسرها. هذه الطريقة بنضيف لها الحليب المبخر هذا، بنضيف لها الحليب الطازج هذا. وأكيد مشاهدينا تساءلتوا ليش عندنا اثنين من المانجو المقطع. أول واحد بنخليه حق سلطة الفواكه اللي بناكلها، والثاني بنحطه في الخلاط مع الموز.
نبدأ نشغل الخلاط. خلط عندنا أساس صوص هذه السلطة، عندنا اختلط المزيج هذا، هذه الكمية تكفي. عادة الناس مشاهدين يستخدمون العصير المتواجد في السوق ويحطون عليه الفواكه، لكن نحن سوينا لكم هذا الخليط ما يحتاج أي إضافة سكر. إذا استخدمتوا العصير اللي موجود في السوق بتضيفون عليه سكريات صناعية، لكن هذا من الموز ومن المانجو نفسه فيه سكر طبيعي، فعشان شي أنا قلت أصحاب السكري عليهم بهذه الأكل. نكتفي ونرش فوقها المكسرات. وهذا كان طبق الحلو لليوم، لذيذ وسهل ومفيد وصحي. إن شاء الله تكون أطباقنا عجبتكم، خلكم دائما ويانا لأن أطباقنا دائما على ذوقكم. شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.